قبل قليل آخر التحديثات الإسرائيلية حول ما جرى في مدينة رفح بأن المبنى الذي تحصن بداخله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار كان قد تم استهدافه بقذيفة من دبابة إسرائيلية خلال الاشتباك في المنطقة الغربية من مدينة رفح. نتحدث هنا عن استهداف مباشر بقذيفة مدفعية لهذا المنزل المفخخ. أيضا قبل قليل وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت أن هذا المنزل كان مفخخا وأن السنوار كان يرتدي جعبة عسكرية فيها قنابل كثيرة وبرفقة اثنين من القيادات العسكرية في حركة حماس منهم أحد الشخصيات الذين رافقوا في العمل العسكري ومسؤول في كتائب القسام في المنطقة الغربية لمدينة رفح. تم استهدافه أيضا في هذا الاستهداف المباشر للمبنى الذي تحصن في السنوار خلال هذه العملية. وبعد انتهاء هذه العملية أطلق الجيش الإسرائيلي طائرة درون باتجاه هذا المبنى لفحصه ويعني استدراك ما جرى داخل هذا المبنى، وتم العثور على جثمان يحيى السنوار داخل هذا المبنى برفقة القيادات لكتائب القسام في المنطقة الغربية لمدينة رفح. الشخصين هما من قيادات كتائب القسام في المنطقة الغربية تحديدا في منطقة تل السلطان، تم العثور عليهما برفقة السنوار داخل هذا المبنى. يعني الحديث كان دائما يدور من الجانب الإسرائيلي على أن السنوار محاط بعدد كبير من الجنود الإسرائيليين، السنوار محاط برفيقه محمد أيضا السنوار وهو أحد أكبر قيادات العسكرية لكتائب القسام، ولكن لم يدور أنا يعني في خلد الجيش الإسرائيلي أن هذه العملية كانت بمحض الصدفة أن يتم استهداف هذا المبنى ويكون السنوار متواجدا في الميدان في المنطقة الغربية في مدينة رفح. يعني أسبوعيا الفصائل وكتائب القسام تنشر بيانات وتقوم بنشر فيديوهات لعمليات عسكرية، والتي كان آخرها أيضا عصر هذا اليوم باستهداف مجموعة من الإسرائيليين بالقرب من نفق في المنطقة الحدودية. وهذا ما جرى قبل قليل أن تم الإفصاح بشكل رسمي عن استهداف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في استهداف مبنى مفخخ في المنطقة الغربية من مدينة رفح، مع العلم أن الجيش الإسرائيلي يركز ضرباته منذ عدة أيام في المنطقة الغربية من مدينة رفح تحديدا في منطقة عزبة الندى، هذه المنطقة التي تتعرض لعمليات نسف لمربعات سكنية وتدمير للمنازل. وعلى ما يبدو أن هذه العملية كانت على مدار اليومين الماضيين في المنطقة الغربية أو في محيط منطقة عزبة الندى، والتي يتم استهدافها وتركيز الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة منذ عدة أيام حتى هذه اللحظة. يعني هذه آخر تحديثات حول العملية. حتى هذه اللحظة لم ينشر أي بيان ولم تعلق لا الفصائل ولا حركة فتح ولا الرئاسة ولا حركة حماس ولا كتائب القسام، لم يتم الإعلان أو يعني حتى النفي أو التأكيد من الفصائل حول ما جرى مع يحيى السنوار، ولكن ما نشر عبر المواقع الإسرائيلية هي صورة لجنود إسرائيليين يعني كانوا حول جثة السنوار الموجودة داخل هذا المبنى، وعلى الأرجح أنه تم نقل الجثة إلى الداخل بعد عملية تحقق مباشرة للمحققين الإسرائيليين الذين تم استدعائهم مباشرة إلى مكان الحدث للتأكد من جثة السنوار، مع تفصيل خاص وأن الجيش الإسرائيلي لديه سجل طبي كامل عن السنوار لأن السنوار كان أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وهناك فحوصات طبية كاملة له عند الجيش الإسرائيلي، وبالتالي قد يتم الإعلان عن تفاصيل أكثر خلال الساعات المقبلة.